شهدت محافظة عدن احتجاجات غاضبة بسبب تردي الوضع الاقتصادي وتدهور قيمة صرف الريال اليمني، وقطع مواطنون الشوارع الرئيسية في كريتر والمعلى والمنصورة، كما تم إحراق الإطارات بالتزامن مع توقف تام للحركة التجارية، وأغلقت المحلات التجارية في عدن أبوابها، حيث توقفت عملية البيع والشراء، وذلك بسبب الانهيار الكبير في سعر صرف الريال اليمني والارتفاع المضطرد في أسعار السلع الأساسية والضرورية. وحذر اقتصاديون من انهيار اقتصادي وشيك جراء هذا الغلاء الفاحش الذي طال جميع أصناف السلع الضرورية والاستهلاكية، وأشاروا إلى أن استمرار انهيار الريال اليمني على هذا النحو المتسارع سيدفع البلاد للدخول في مجاعة تعم اليمن شمالا وجنوبا، وستتسبب بأكبر كارثة في تاريخ البلاد. ويضع الانهيار المتسارع للعملة المحلية الحكومة الشرعية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لاتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة وضرورية لوقف هذا التدهور المخيف وتحجيم المضاربة في سوق الصرافة التي جذبت الكثير من الشركات والأفراد اليمنيين للاستفادة من فارق السعر الكبير. كما أقدم محتجون على قطع الخط العام لمحافظة الضالع وإحراق الإطارات احتجاجا لانهيار العملة اليمنية على ارتفاع الأسعار. وقال مراسل يمن شباب إن المحتجين هتفوا بشعارات تخاطب الشرعية والتحالف بإنقاذ حياة المواطنين وإيجاد حلول سريعة للاقتصاد اليمني. وحول هذا الموضوع وكذلك الاحتجاجات في مدينة عدن ينضم إلينا مراسلنا من عدن أدهم فهد. مرحبا بك أدهم فهد. أهلا وسهلا. نعم، لو تضعنا في أبرز صورة المظاهر الاحتجاجية اليوم في مدينة عدن، وما هي المطالب التي تقدم بها المتظاهرون، وهل هناك أعمال عنف في تلك الاحتجاجات اليوم؟ نعم، ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم من أعمال شغب وقطع الطرقات لم تكن الأولى، لكنها كانت الأكبر خلال الأسابيع القليلة الماضية. شهدت المحافظة وقفات احتجاجية وتظاهرات شعبية رافضة للدور الحكومية الصامت على نهاية الانهيار الاقتصادي الحاصل وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين وانهيار العملة المحلية. ما حدث صباح اليوم كان قيام عشرات المواطنين بقطع الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المديريات، مما تسبب في وقف أعمال المواطنين. أيضا لم تشهد الجامعات أي حضور للطلاب وغيرها من مرافق الدولة والقطاعات الخاصة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة لأيام، فقد وعد المحتجون بالتصعيد واستمرار العصيان المدني للأيام القادمة، وذلك حتى يتم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في إعادة القيمة الحقيقية للريال اليمني، وهو دعمه سواء من الحكومة الشرعية أو من التحالف العربي. المواطن في عدن لا يهتم بالسبب، لكنه يهتم بما يعيشه من معاناة جراء هذا الانهيار. نعم، هل هناك انتشار أمني يواكب هذه الاحتجاجات في مدينة عدن؟ حتى اللحظة ما تم كان عبارة عن إحراق إطارات ورمي مخلفات في الشوارع لمنع حدوث أي حركة مرورية، لكن بالنسبة للأمن بالنسبة لليوم الأول للاحتجاجات لا وجود لأي قوات أمنية سواء من إدارة الأمن أو غيرها من التشكيلات الأمنية في عدن. نعم، لو تحدثنا أيضا عن الجانب الحكومي، هل هناك بيانات رسمية لتهدئة المحتجين خاصة من الجانب الحكومي؟ بالعكس، لا توجد حتى اللحظة أي بيانات مطمئنة، لكن هناك بيانات معاكسة. مثلا شركة النفط بعدن أصدرت بيانا أكدت من خلالها أنها ستعلق العمل بمحطاتها الحكومية، وذلك حتى تستقر العملة المحلية مقابل مبرئها من العملة الأجنبية. ما يحدث في عدن ليست فقط أزمة في العملة المحلية وارتفاع الأسعار، أيضا المشتقات النفطية هي الأخرى. ارتفعت قيمتها، وصل سعر لتر البنزين الواحد في المحطات الخاصة إلى 400 ريال بعد ما كان 330 ريالا، أي ارتفاع بنسبة تقدر ب 25%. المحطة الحكومية ما تزال مغلقة حتى اليوم. شركة النفط أكدت في بيانها الرسمي أنها لن تعود إلى العمل ولن تعود إلى تشفيق المشتقات النفطية في محطاتها الحكومية إلا بعد أن تقوم الحكومة الشرعية بواجبها في إعادة استقرار الريال اليمني، كون شركة النفط تقوم باستيراد كل المشتقات النفطية من الخارج وبالعملة الأصفر. نعم، مراسلنا من مدينة عدن أدهم فهد، شكرا جزيلا لك.